الآن كيف تستقيم هذه في العقول؟ هذا سالم الطويل، وهذه كتابات سالم الطويل، وهذه مقالات سالم، وهذا الموقع يعني معلن مصرح به، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ قال سالم الطويل يمدح الحزبيين، وسالم الطويل يخذل الإخوان السلفيين في الكويت والمشايخ السلفيين في الكويت. يمكن نقل له شيء وتكلم، احنا ما نعرفه، انا ما اعرفه الشخص حقيقة، لكن انا اقول الذين يصدقون هذا حالهم حال اللي يصدق ها الدجال. انتم يلي صدقتم ذاك فيما قال في سالم الطويل، ما تعرفون سالم؟ وبعضهم سألتك من كم سنة تعرف سالم الطويل؟ قال 15 سنة. سبحان الله، كيف تقبل هذه المقالة فيه؟ هذا لو جاءهم الدجال كلهم وراه يا شيخ. نعم، لأنه الدجال عنده خوارق، بس مول ما عنده خوارق، لكن كيف قال ثم صدقوه؟ ونسوا وتناسوا. الناس هكذا راح، حتى المستوى العقلي راح ينزل، وهذا بلغناه الآن. الناس اليوم حتى العقول ما فيها شيء، ما في عقول، لذلك المستوى العقلي سينزل ينزل ينزل حتى يجي وقت الدجال، وإذا الناس ما عندها عقول، لذلك يسجدون له ويتبعونه ويتابعونه في كل ما يقول.